استقبل صاحب سمو الملكية الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بقصر القضيبية صباح اليوم معالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين. وخلال اللقاء نوه سموه بالمستوى المتقدم والمتميز الذي وصلت إليه قوة دفاع البحرين وبدورها في حماية الوطن والذود عنه والحفاظ على أمنه واستقراره في ظل ما تحظى به من دعم وإسناد مباشر من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى، معربا سموه عن فخره البالغ بما تقوم به قوة دفاع وكافة منتسبيها من أجل الذود عن البحرين والحفاظ على أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها. من جهته أشاد القائد العام لقوة دفاع البحرين بجهود صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وقيادته الحكيمة للحكومة، ما عزز من مكانة البحرين على الخارطة العالمية التنموية وجعلها نموذجا يحتذى به في مختلف المجالات. وقد قدم معالي القائد العام لقوة دفاع البحرين الدعوة لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لحضور حفل زواج نجله الشيخ عبد الله بن خليفة الخليفة، حيث أعرب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عن شكره لمعالي القائد العام على هذه الدعوة، متمنيا سموه للشيخ عبد الله بن خليفة بن أحمد حياة زوجية ملؤها السعادة.